رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثالثا، إثبات أن الله يعجب ويضحك. وحين كسو جري كتابك عقيدة الواسطية، وحين صور ما ينقيبك اللباد أدلة القرآن كها، وحين كسو جري قيبك اللباد يسنة أدلة هوها إلهي سبحانه وتعالى سوى هي صفات كيس إياس ماديسة. قضب كان صدحاد وحاو قضب إيهي إلهي إن الله سبحانه وتعالى إنه إلهي وحلا يابو إلهي إنه قصل أوليه سبحانه وتعالى لبض بنا والنبي كتل الله صلى الله عليه وسلم وقوله بأو الدليل أويل النبي وعجب ربنا ربي قمنا وحلا يابي من قنوط عبادي أدومدي سقوص شدوه دسي أقوستان يو قرب غيره بدلد إلهي وكبدل يدوي ذيذا ينظر وحو فيرنا يا الله إليكم حقين أزلين حالة كوع ريريان وقنيطين قوستي فيظل وحو هانا يا الله يضحك إن قسل يعلم وحو أغيهي أن فرجكم فرجكين قريب مذنو إن أغيهي إله يذين قرقارهي. حديث حسن أسلفك وحو ليهي وحو النبي يري صلى الله عليه وسلم إلهي با وحو ليابا قوس الشدة أي أدومد قوستان أدومدي إلهي با قوسان هيا نحريستي سينا كقوسان هيا وحي كقوسان هيا لبات مركي أي كرد عضو وآباري أي كرد عضو ومشاكل أي كرد أي كرد عان سوى ربي سبحانه وتعالى وكبدل أي حالد أي كجران أياه دنا أدومدي أي قوسان هيا إلهي بركة وحوق قسليا سبحانه وتعالى وحو أجيهي سيد أودويهي بدل درب سبحانه وتعالى وكبدلهيو مرحلة ذا كسوجيهن وحو رب سبحانه وتعالى إذن صافي رنبوري إذن كأو عريريان وإلابتيني عريريان تي وحو إذن صافي رنهايا إذن كأو قوستي مركاسا وحو الله هانايا إن أقص لهيو أو كقص لي إلهي أدو مديس سبحانه وتعالى وحون أقي هاي إلهي وقص لهيا وحو أقي هاي فرج كأو إلهي وفرج وذا يدتك أو نبك كسار يو إيجو إني إنه أقين لكن ودوية تاس مرك رب سبحانه وتعالى والله يا بهيا عجيب ربنا ليابك والله بنوع لبا الله استعماله أصل كبت عجفك لبا الله استعماله مذوا مذموم مذنوا محمود مذوا في عينه مذنوا حويه وأيه مذكهره قفك السمايا والتعجب يلياب وجعليه استحسان بون أريابيا ومركو مغلو أخبار وكفر حي أكلته في عنب الله وشجع والله يابيسا يقول كفر حيسا وتقول راح يسانيسا كلا بعد نوام حي شيء أدنى عبت هاي بالجوش يجيا مركز الله ياب يسا الله ياب كاسوام حي وإنكار بكتيرة وأدنى عيسى ولذلك سادرت أد أيا رب سبحانه وتعالى الدوميسا أيا كقوسنا يا كل كدي باتير أي كرعان إلهي سبحانه وتعالى مركز الله ياب يا لأنه فرج كيسو رب سبحانه وتعالى وأدويهي حديث كما ركوا وحى كسوغان سوغتان إلهي سبحانه وتعالى الله سوغي اللبات المامود أوليهي وكمدة المامه سحق فعل كأه وامح اللبات سوى العجب والضحك
وفعل أفعاش ربي سبحانه وتعالى وحا كميدها إنو وحليابو إنو قصلو ربي سبحانه وتعالى وأنا الله بصفو إلهي أعنما سبحانه وتعالى لكن مخلوق سيدا أي أقصلان يا مخلوق سيدا وحليابان أوكالي ماءها وكالقار سيدا أي مخلوق وحليابان أما أقصلان ماءها وعاك لا توقسك الحديثك دليل إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي مخلوق سي أدو مديس إلهي سبحانه وتعالى إن أصافيريه ورب سبحانه وتعالى أدو مديس إن أصافيريه سيدو كاليادنا فيرنت إلهي وحفيريه ومن صفاته الفعلية وتلماميه سحق فعلك ورب سبحانه وتعالى أدو مديس أصافيرنا يا مركو صافيرنا يا ماها إن وحك قرصونا إلهي فيرنا يا سواء أدو مديس رب سبحانه وتعالى وحبؤسا كقرصونين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيا هدنا ربي سبحانه وتعالى أدو مديس أصافيرنها يا صفات أفراد إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى هل كان إلهي وحى الله سويا إلهي إنه لق ليه سبحانه وتعالى لق إنه إلهي ليه لكن لقت لقت إنه كلامه خلوق أو كلامه قمنا إنه إلهي سبحانه وتعالى أوليه عرب لكن عربته تان أو كلته معها وقوله بأو دليل نبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم جهنم كبزو ليس يلقى إن لغتوري فيها نحذ هذا خلق الله قري وهي يدنا تقول أي لذا هل من مزيد دير مجرى حتى يضع إلى أكدجيو رب العزة شرفت له صاحبك فيها نحذ هذا رجله لكتيس وفي رواية وحيها حتى يضع عليها إلى أكدجيو كور كذا قدمه قمديسي وفينزوي أدوم مركا بعضها بركات إلى بعض بركك لو كدومه فتقول أيت لهذا قد 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 قد, قد حسبي حسبي بس أيت لهذا سلف قواحة أوليها وحيو النبي محمد يلي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها نار جهنم ليل هذا كبز ليس إن لغو تورها يو خلقك اللغو تلق علي إن لغو عذابه وثقلين كالجن إيا إنسكي إن لغو تورها يو نار جهنم ليل هذا جهنم هو مقع مقع يضا النار أي لا يضا هيمت كميدا محال لغو بحيي لابش شيبا الإسويدية إنه كان مقع وحال لغو بحيي كو لبعد قعرها سل كيدو إنو آدو فقيه سالكادو إنو آدو فقيه دليل وحا هو سالكادو إنو فقيه إسلا حديث كان لفدي كيس وحاك لول الوحا اللوغو بحيي جهنم وحا لغا كان من الجهومة ومحي والظلمة ومقدقة لبادي ومركة وإسكو درساتي وين مذوذة هاي وين ديرتا هاي سالكادو آد بأو فقيه يلقى فيها واللوغو توري أهل كيدي اللو قدري وتقول هل من مزيد وهي تقول هل من مزيد وحي لا ذا ديري مجرى وآيات قرآن أوي حديث كان حام طابقين آيات قرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ورب سبحانه وتعالى أوليه مبو حسام يسوء وحي مروى البلاد هاي هل من مزيد ديري مجرى ولما نبو حسامينه بلان باذ الله يو إيقاضينا ذي بوحين يسوء ديري مجرى ما نبو حسامين حساء أولي هذا هاي بلر كذا يوين كذا يدير كذا أي ساء أولي هذا هاي يدي إلهينا بلن بأود حيي أو يدى إيا جنة ذا ترتمي مذو لبا وحي تري أنا كافي عن جنة ذو وحي تري أنا كافي عن أو أدو مدى ضعفا ذا يتبرت الدرن با أنيقا إقالة يدى وحي تري أنا كافي عن كو الجبابرة ذه الظالمين ته اسكبريي أيال لغو عذابا إلهي باك الله ساري ووحيري جنة وحاتهي أنيغا نحريس سيدي عدان ربانا كوغو نحريسانا يا جهنمين وحاتهي عقاب تيدي إيا عرض يدي أو كان ربان كوغو عقابا يا لكن لبذي نبا مد والبا وحاد إغا تقانا إن أنكو بوحيو لبذي نبا وحي مد والبا إغا تقانا إن أنكو بوحيو وحي لو عذاب يمرك الدماء يدين وحي لا ذهل من مزيد بلنك إلهين إن الله لا يخلف الميعاد
ما دام إلهي الظلم هو ممنوع كيهي أو إلهي عدنا أو سنذل منين داد أن دم بيقل المركة النار تلغو قوري مايو لأن اللي بوحيا لرهبا إلهي باوحو دجينا يا مركة لقتو إلهي دل صاريا لقتي سو دجينا يا رب سبحانه وتعالى والرواية والرجل له رواية كان الواهم حي وقمدة قمدة والله قرنها يا برجينا يا واعربت يصاريا كدي مركاسا وحي ورانا يسا قد قط واسم فعله وحسبي بس وي انت اساي وفلان وي انت اساي وفلان او مركاسا بركيت برك كلا او اسو تغي لو وي وينيتو ما مركاسا سو اوروريسا او اسكو سو اوروريسا سا سينا كو بخسميسا وها دبه حديث كان كو سوغان الهي ان لو سوغ لو سبحانه وتعالى قمدنا ربي لو سوغ لكن وها لو سوغ يا ربي على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى إلهي سيدة وعنا ميساء وانا صفاتك إلهي صفات الذات سيدة وجه يقعمتها كلام بي لمتها سو وجه إلهي سبحانه وتعالى موسى النفتي سأسوق ستاهم بي لمتها وجه يقعمتها بي لقطة يقمدون لمتها وجهنا وجه مخلوق وكلامه لقطنا لقطة مخلوق وكلامه قمدنا قمد مخلوق وكلامه تفسيرك حديثك رغبا كو قلدمي او اسكو دي دينا عكلا اني اروغان او ما حي حي لهدن رجله وحا لغا ودا وجماعه رجله وا جماعه بي لهدن او ما حي لوقت ما اهمش رجله وحا لغا ودا جماعه دن او اسكو ميد ابا لا سو قبانيا لانه حي لهدن ايحو هل مال لكن وحا لهدا رجل جرات بل لهدا بي لهدن هنغرار لوغه بدن بولي ودا ركتين هل قرار لكتي بالي هذا الفيلم ايش حلال هذه رجل الجراد ما دام لا استعمال رجل الجراد كوح ضدك كميده بهدين لو يقان بيد هذين ادوق رجل الجراد ورق حغاير جروب وحغا واساسي لهذين مركا ضد با لا سو قبانيا ددكاسا مركا لو غوريا مركاس اي بوخس كوح با انت لا اسكو اوروري هل دم لو سين وي بوخسام اي سابيد هذين تفسير كاسي شرعا ما اصحيو حقيقة أنه ما أصحيه عرف أنه ما أصحيه مجاز أنه حتى هديل إلى هذا مجاز بأجر ما بجريه ما أصحيه كاسنا سببت وامحي لغهان رجلي جماعة الله ما استعماله أبدا شرعونا كما سأرون إذن هو افتراء ومحل الكذب إلا إلى هذا جماعة واحد لقوضة لقطة واحد لقوضة جماعة وافتراء لكن حديث كان مديدة يا أرنكا مثل مديدة يواديدة يا حديث كان لفتي سديدة يا إنيسا ميشن جماعة جوغين وامحي حتى يضع ويا حديثك حتى يضع ما حتى يلقى إلى اللغو تورا حتى اللغة لما أرنين اللغو تورا أما قمد اللغو تورا لكن محالي حتى يضع يالي جماعة هدين نقول الله إذا أملين لها سمح الله وسمين لها سيد القرآن كسارت فيلقى في جهنم نرت جهنم اللغو توري لها إذن وتأويل وليبة بدون مسوقة وباطل إلهي بس سبحانه وتعالى اللقطة سارة يا أما قمد سارة يا حتى ما أرنكرنا اللقطة وقلين إيو قمد وقلين لأن شرع ساموسا كسارور عقيدة ذا مركة الله ماريا صفات كرب سبحانه وتعالى سدح مذهب بين البرتك وجرته ويحي رب سبحانه وتعالى نفتي سوء السوغي واضو السوغي ساق لفدي قصيدة السوغي بس سوغي ساق لفظي قال لفظي كلو الله معناها دو جرى استعمال مسيدي ساسا دو دينيسا لفظي قصيدة أو كسو أروري بدو دينيسا ما إنكري كرتد وما أرن كرتد واحد جرى ما هو ما تأويل كرتد ما تعطيل كرتد ما تشبيهين كرتد أو لقتين نوكلة قعنتين نوكلة أرن ميسد لأنه صفاتك الله سبحانه وتعالى وعقيدة وشي مقان إسكا ورمي النبي إسكا ورمي إنتا وينت قديسو بس هانا إنكري هنا تشبيهن وهم مثال لن ولله المثل أعلى لكن لابد وأنا أسكت لابد وأنا أسكت جماعة النار تلقوا توريا وافتراء إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى سجد الله الله سجيو قضب كشنات دواق إنه إله دواقه ولب دواق نوى إنه الصوت يهي صوت وإنه يهي لبا هذا الإله وإن لا سوى كل صوت أردن هذا الماء هذا الإله وإن لا سوى سبحانه وتعالى وإذا كفضوا يدرسوا لأن القرآن كيف أنكو صوى مرة إنتوا وإياد وصنة دي أهم
وقوله بأو الدليل صلى الله عليه وسلم أوليها يقول الله إلهي وحوليها تعالى سري وحديث القدس يا ابن آدم وحليها يا آدم وأرنيا فيقول وحورا وقيامة لبيك لبان تاد يا وسعديك لبان تاد أما لبيك أجيبتان كاك وسعديك يا لبان تاد فينادي وحو قرد واقع يا الله بصوت صوت ووحو إن الله إلهي يأمرك وحوك أمر يا آدم أن تخرج إنا صوصارت من ذريتك عيال كاك بعثا قيب إلى النار نارت نضو صوصارت المبعوث إلى النار متفق عليه وقوله باو الدليل أويل النبي ما منكم قف ذنك إذن كمذي ماها من أحد أحد إلا سيكلمه ربه ربي جيب الله للدونة وقيامها وليس مناها بينه ساق الحديث وبينه ربي الحديث ترجمان عدؤك لافع لساي مجرته صنفكم وحودون يا إن أسوقاته لب حديث والسوق هيا إلهي إنه هذا سبحانه وتعالى وإلهي الصوت إليها سبحانه وتعالى ما لنت يوم القيامة خلائق ذا مركي ميل إسوقو كانوا أيا إلهي آدم بو الله الله يا مركاسا وحا اللوران يا آدم وكسو صار ذرية ذا كل يا دلي أذيك ذرية ذا كسو صار با اللوران يا ومركا أولي هاي النبي صلى الله عليه وسلم وقت غاسو المها يريع الروبة يا مد أور لنا أور كيدا إد جنيسا يوما يجعل الولدان شيبا سو قيامها لما أولان وحلا ججابا يسو ومشكلة دا مالين تارنا عيسا كسو صار ولا لورد واقع يا كل كي آدم لورد واقع باوي حورانها يا لبيك لبيك وامحي لبيك طاعة ذا يا إنا انكو أطيعه أيان أتلبيي سي انكو نحجرا انكو مرنهي يا ربي وسعديك لبان هذا يقوش هذا قول يا لبان حق يلا قبل با الله سبحانه وتعالى مساعدتك إلهي وأذان كنت أقنعي مساعدة هذا وأنا مرك اللي أقبها هياي مال انت أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي بقول دواقيا صوت بو ربي بقول دواقيا فينادي ودواقيا يا ربي سبحانه بصوت وتأكيد ودواقيا دي اللي ده صوتك ودواق لكن وحاله بصوت سوس شكوى بصوت بكل واقعه يا رب سبحانه وتعالى وكلم الله موسى محن سوم الري تكليما وحاسو صارت بعثا الى النار نار جروب كي لوغو تلغلي بمعنى بعثا توا المبعوث ومصدر لكن اسم مفعول بالغه ودا قيبتي النار لوغو تلغلي كسو صار با لودنيا كسو صار اهل النار كي اهل الجنه كلا صار أيال أورن هيا، ولي بإنتاس لقول دين ماي حديث كان دور مربان طرفات كيس سود اللي شني حلقات كله، مركز سؤالا يا ويا، وعورنا يا ربي وما بعث النار، بعث النار كوام حي، محن كسوة صار سنة وكلا قرتها، كن كلا أركب السجال بقول يا السجاشن يا السجال بهل النار كسوة صار بالورن هيا. سغاشن يا سغال سغال بقول يا سغاشن سغال كسو صار وامرك يا اصحاب تيابين الى الرسول كلا دعاء يا حبت كاسي وامرك النبي يقول يا بين كدوى سوره الكهف تفسير كي حديث وكان سو قادنيه مركاس النبي يقول كبشاريس هل كو اذنك لكن انت كلا وا مخي وجوج يا وماجوج وكان الجوج يا وماجوج يا دلي ادم بعد الحديث كسر الدليل وكان حديثك مركه دليل وحي إله إلا سوى قول سبحانه وتعالى رواق صوت لمغلى يا رب سبحانه وتعالى وحان وحصل يا صوت كاسما لنت يوم القيامة إلهي ورواق يا مر لمرك الدون سيد الربون إله ورواق يا سبحانه وتعالى ينادي متى شاء وكيف شاء سيد الدون إله ورواق سيد هذا الكي وكلون وهذا الكي وعاك لو دليل النبي وحر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه مد إذن كإذن كميد بشره أصحابه لهذا لي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكوى عام أو جميع المؤمنين أو ننبو هذا الكوى عام كوية مد إذن كإذن كميد بشره إلا ربي جيب الله هذا لي مالين يوم القيامة بدون واسطة ليس بينه وبينه ترجمان إساقك الله هذا ليه إياك الله هذا ليه خالقه عترجمانه
وأكل ترجنتاي مجرت ترجمانك ومن يعبر بلغة عن لغة وقفك اللغة مفسرة يا لغتك أبدل يا مركة معنيه أبدل يا إلهي عيد مركة أرد حيسا وأدونك مركة أدهوري ساكتان بولي إلهي سبحانه وتعالى مد إذنك إذنك مد مجر إلا إلهي با الله هذا اللي يأهرتي سإستاغ يا مالنت يوم القيامة وحترجمان أرد حينا مجر بولي النبي صلى الله عليه وسلم أدونك إلهي أبورتي إلهي أبورتي لو أضيب اللي سدين هيا وهرت أغية ورب سبحانه وتعالى حديثك وحاو دليل ويهي إلهي إن لاصوغ سبحانه وتعالى الله إنو هذل أيوه وأدو مديس أولا هذل أيوه ربي لكن وهذل أيوه وقتك أدونه كلامكنا هذلك ورب سبحانه وتعالى وصفات كيس حق فعلي قوي ومن صفات الفعلية كلامك إلهي وهذا ليا كل مؤمن بالله هذا ليا ربي سبحانه وتعالى ما أنت يوم القيامة قفك الصوم مؤمنا أي إلهي سبحانه وتعالى أول هذا الله يا ما أنت يوم القيامة إذن وربي سبحانه وتعالى لبذا الحديث بوحى أي أصوغان إنه إلهي أدو مدي سيسو الله هذا ليا هذا الكنا ورب الصفات كيسا كمدي هاي فعلي قاه واختقو دونو سيدو دونونا رب سبحانه وتعالى وهذا ليوه قضب كي اللحاد والله سبحانه